السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا النهار من حياتي، وهذا النهار يعني غادي نحاول يعني نوضح فيه بزاف ديال الامور، خصوصا يعني من بعد ما درت روتيني ديال الاكل. يعني جاوني بزاف 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 ديال التساؤلات، ديال واش حياتنا غير كوزينه، واش حياتنا يعني ما فيها حتى شي حاجه من غير الطبخ والماكله، وحطي وكلي وعاودي غسلي، وحطي وكلي وعاودي غسلي. اكيد كنقول لكم باللي راه ماشي حياتنا كلها غير كوزينه، يعني ملي كندير روتيني الاكل يعني راه غادي ندير غير الاكل من صباح حتى الليل، اولا كندير روتين يعني راه كنحاول نبين يعني كل شيء اصله غير نظام. الا عرفنا كيفاش ننظموا وقتنا غادي نطيبوا غداتنا، وغادي نطيبوا عشاتنا، وغادي نتهلاو في راسنا، وغادي نديروا ماسكات ونتهلاو في راسنا، وغادي نخرجوا مع راسنا ونقضيو بزاف ديال الحوايج. هاد النهار هذا اللي كنقسم لكم الله اللي تراه النهار يعني نهار واحد، اي حاجه غادي تشوفوه فيها يعني درتها في هذاك النهار. لحقاش يعني لقيت بعض الاخوات اللي كيقولوا لي لا ما يمكنش هادشي ديريه في نهار، لا هادشي كنديرو في نهار، واي فيديو يعني كنحط لكم نقول لكم روتيني ديال هذا النهار او لا روتيني الاكل ديال هذا النهار راه كيكون ديال هذاك النهار، يعني ما لا داعي يعني باش نبقاو نعاودو بحال هاد اللقطات هادو في كل فيديو. دابا ان شاء الله غادي ندوزو يعني من بعد ما فطرت وخرجت مشيت يعني درت كيف ما عارفين يعني درت ولدي في الكروسه وتمشينا شي شويه وجمعت داري وقديت يعني صافي. دابا غادي ندخل ان شاء الله الغدا ديريكت، غادي ندخلو ان شاء الله نوجدو الغدا. يلا نتلاقاو ان شاء الله في الكوزينه وحنا كنوجدو في الغدا. دابا ان شاء الله دخلنا الكوزينه، يعني اليوم دايره غدا شويه متنوع. غادي ندير فيه اللوبيا وغادي نشارك معكم طريقتي ديال اللوبيا. هنا يعني اللوبيا اللي كنكون فزقاها يعني ليلة قبل، هنا يعني كندير لها مطيشه، يا اما كندير لها مطيشه هذه صغيره اولا كندير حبه ديال المطيشه ونقسمها، وانا يعني اما نقطعوها بحال هكا اولا نديروها هكا صاينه، وانا كنفضل نديرها هكا صاينه. ودرت معها واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه اللي قطعتهم، وواحد الحزمه ديال المعدنوس والربع. كما شوية يعني اللوبيا عندي سهله، يعني كنصبها بحال هكا في طنجره ولا في كاسرونه يعني وكنتبلها. هنا در شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نضيف واحد شي شويه ديال الملح، غادي نضيف الخرقوم، غادي نضيف سكنجبير وشويه الكمون، وغادي نضيف الفلفل الاحمر اولا التحميره، وصافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها تطيب. غادي نرافق اللوبيا ديالي، غادي نرافقها مع هاد شرائح ديال الصدر اللي خليتهم هكا يعني غلاض، وغادي نفتحهم غير من الوسط، يعني غادي ندير فيهم واحد جويب كيجيو غزال هاد شرائح ديال الصدر ديال الدجاج. ماشي يعني بالموس بحال هكا كنبقى بشي شويه حتى كنحلها على هاد الشكل بحال هكا، يعني كندير واحد جويب، وغادي ندير واحد رشيشه خفيفه ديال البزار اولا الفلفل الاسود، واحد رشيشه خفيفه من الملح، وهاد الجيب هذا غادي نعمرو انا بالجبن، نقدو نعمروه يعني باي حاجه، يعني بالفرماج عندي هنا الخليط ديال الموتزاريلا والجبن ديال الشيدر، يعني اي خليط بغينا نديروه نديروه، بغينا نديرو بالخضره نعمروه بالخضره، يعني اي حاجه بغينا نعمرو بها هاد الجويب هذا ديال الستر نعمروه. وكنضغط بحال هكا كيما شفتو حتى كيتسد، وكنخلي على جنب. غادي نبقى مستمره بحال هكا يعني تنكمل جميع الشرائح اللي عندي. كيما شفتو انا حليت هادو كلهم، يعني حليتهم درتيهم هاد الجويب على هاد الشكل بحال هكا. غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه خفيفه من الملح، وواحد الرشيشه خفيفه من الفلفل الاسود، وغادي نعمر بالجبن، وغادي نضغط عليه بحال هكا بايدي باش يتسد. هاني الطريقه بسيطه سهله
وكيف ما شفتوا يعني راه اللوبيا ديالي كطيب في نفس الوقت دايره شويه ديال الخضره كتسلق. غادي نشارك معكم كل شيء. يعني الوقت اللي غادي يطيب لي فيه اللوبيا يعني واحد 20 دقيقه ولا على حسب اللوبيا يعني واش كبيره ولا كيف ما كانت. غادي نكون انا وجدت كما شفتوا هادو الشرائح ديالي يعني عمرتهم. هنا درت شويه الخضره كما قلت لكم، يعني درت شويه ديال خزو، شويه ديال اللوبيا خضراء، شويه ديال هذيك شيفلور، يعني قطعتهم بحال كورقات صغار. من بعد ما تسلقوا لي واحد السليقه بالملح صفيتهم. كما شفتوا هنا درتهم في، غادي نسوطيهم في المقله. كما شفتوا اللوبيا راها فاضت لي حيت خليت الغلاقه مسدوده. هنا يعني غادي ندير واحد الخوي ديال الزيت البلديه، غادي نسوطي في هذه الخضيره. واللي بغى بحال كيدير الزيت العاديه اولا الزبده يدير، انا كنفضل ندير بالزيت البلديه. وهنا درت واحد الرشاشه ديال الكمون. واحد الرشاشه زدتها ديال الملح وديال الفلفل الاسود. ودابا غادي ندير هاد الورقيات والبراكلي. بالنسبه لاخت لي كتسولني على البراكلي، انا البراكلي هنا يعني كنديرو طري، غير كنغسلو مزيان، كنرقدو بالماء مزيان وكنقطعو بحال كوريكات وكنديرو طري ملي كنكون غادي نشحر فيه. اما الا بغيتي تطيبيه كما شفتوا هنا كنزيد واحد رشاشه ديال الملح، حيت الورقيات يلا درتهم يعني ما فيهمش الملح. اما قلت لك الا بغيتي البراكلي طيبيه كديريه تغليه اولا تفوريه، ومن بعد خاصك ديريه في الماء اللي يكون فيه الثلج، يعني يكون بارد بزاف باش كيحافظ على اللون ديالو خضر. انا كما شفتوا كنديرو بحال هكا وكيحافظ لي على اللون ديالو، يعني ما كيكحلش. من بعد يعني الخضيره ديالي علاين صافي راها غادي توجد، يعني غطيت عليها وخليتها تشحرت مزيان، يعني شربت هذيك الزويته وهذيك الكمون وهذوك الفلفل الاسود اللي درت. هنا خديت واحد المقله اللي درت فيها هنا قطع ديال الزبده، غادي نطيب فيها الدجاج. كما شفتوا راها صافي وجدت الخضيره ديالي اللي غادي نرافق بها الغداء. واللوبيا هنا علاين صافي راها وجدت، يعني اللوبيا ملي كطيب كنعاودو نحقو ليها الدوق، يعني يا اما نزيدو الملح يا اما نزيدو شويه الفلفل الاسود، واللي بغى يزيد الحار يضيف. انا ضفت هنا الحار، ضفت اللوبيا ضفت ليها الحار. وكيف ما كتشوفوا هنا يعني بديت كنحط في هذاك الدجاج ديالي، يعني كنحاول نحطو نهزو نحطو مقاد لحقاش ما بقيتش غادي نحركو حتى يطيب لي من التحت، يعني باش هذاك الجبن يعني ما يبقاش نحرك فيه ونفرتت فيه حتى يضيع ليا في المقله. ما شفتوا صافي راني حطيته، ومن الاحسن نغطيو عليه يعني باش داك الصهد يرجع على الصدر كيف ما عارفين، يعني الصدر كي يبغي يعني شي شويه ديال الطياب. وهنا يعني كما شفتوا هذه اختياريه، انا كنديرها يعني واحد المعلقه من صوص صويا وكنديرها من الفوق، واللي ما بغاش يدير صوص صوجا يقدر يحيدها ويضيف يرش واحد الرشه ديال الملح على الصدر. ولكن صوص صوجا يعني كيجي بنينه البنات، يعني كتبنن هذاك الدجاج كيف ما شفتوا البنات، يعني كندورو دوره واحده يعني حتى كياخذ لينا حقه من الطياب مزيان من التحت، عاد كندوروه. دابا ثاني غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب لي مزيان من الجهه التحتانيه، ومن بعد غادي نحيدو. وهذه هي غداتي، هكا كيفاش كيجي الدجاج يعني اللي عامر بالفرماج، كيجي رائع مع الخضيره يعني اللي شحرتها كما شفتوا، يعني داك الفرماج يعني كيجي دايب عليه وكيجي فتي فتي يا البنات. وهذه اللوبيا كيف ما شفتوا، يعني بغينا نزيدو نقطعوا لها واحد شويه ديال المعدنوس والربيع من الفوق، انا كان مبقاش عندي يعني صغنيت عليه. والبطاطا اللي طيبتها في الفران وكيما شويه يعني انا قطعت لكم واحد الطرف باش نوريكم كي كيجي يعني داك الفرماج الداخل فيه، يعني كيجي ملبي وكيجي غزال 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 بزاف البنات. جربوه جربوه البنات غادي يعجبكم. من بعد ما تغدينا وطرفت يعني معناتي عاود غسلتهم ونقيت يعني نقيت كوزينتي من جديد. كيف ما كتشوفوا يعني مع الطياب ومع هذا ايدينا كيتكرفصوا، اكيد ما كيتكرفصوا، اكيد فراننا ما كيشدوش شي حاجه ديال الطياب. دابا غادي ندير واحد الماسك،
غادي ندير ماسك اللي زعما معتاد عندي وكنديروه في الاكثريه، حيت هاد القضيه هادي يعني لقيتها في التعالق ديال الاخوات، يعني كيسولوني بحال هكا، يعني كيشوفوا يعني في الصباح دايره صباغه، في العشيه دايره صباغه، كيسولوني عليه كيفاش كندير مع الوضوء، كيفاش كندير مع الصلاه. انا من النوع اللي ما كنعقش، يعني ما كنعقش، وعزيز عليا، عزيز عليا يعني نتهلا في ضفيراتي، يعني خصوصا بحال هكا ملي كنطيب، عارفين حنا الخرقوم عندنا يعني كيدبق في الضفران، لابد ما كندير ماسك، اولا لا ما كانش عندي الوقت كنشد غير الحامضه وكنخشي فيها ضفراني كيتحيد لي كاع داك سميتو. هنا كيف ما شويه انا خديت واحد نص حامضه اللي درت فيها شويه ديال السكر، سكر سنيده، وكندير واحد القماش خفيف بحال هكا على ايدي، يعني اي حاجه بقات لاصقه لي في ايدي كتحيد خوتا، يعني الناس ملي كنقردو الربيع وهذا يعني لابد ما كيجيونا واحد الفليحات في الايد كيبقاو خضرين. هاد القضيه بحال هكا يعني كتنقي بزاف الايدين، خصوصا الاخوات يعني اللي كيخدموا بايديهم بحال، يعني ما كيستعملوا لا ليغون لا حتى شي حاجه. كيف ما شويه يعني كناخد سكر بحال هكايا وكندير في الحامض، وكندير واحد القماش اولا كنقشر يعني الايد ديالي، وخصوصا يعني هاد المرافقات هادو، وفي نفس الوقت يعني الضفران ديالي كنغشيهم مزيان مزيان مزيان. هاد القضيه البنات يعني كيف ما قلت لكم لقيت بزاف ديال التعاليق اللي كيسولوني على هاد القضيه، يعني كيفاش كيفاش زعما كتقدي انا بحال هكا، يعني مني كنريح يعني نقد. دابا ولدي صافي حتى شو يعني نعس، كيدير لاسياس ديالو، تغدينا يعني امورنا كلها مقاده، والاكثر من هادشي يعني كنتسنى غير جيل ان شاء الله ليله وغادي نخرجوا، باغي نقضيو شي حويجات كما قلت لكم. يعني راه الا نظمنا وقتنا كنقدو نديرو بزاف د الحوايج في نهار واحد، يعني ما كنقبلوش غير الغداء، وما كنقبلوش غير الكوزينه، وما كنقبلوش غير الطياب، يعني بزاف د الحوايج كنديرو. كيما شتو يعني هنا ضفراني كيخرجوا كيلمعوا، كتحيد منهم اي زوائد، اي لون كتكون لاصق يعني مع مع مع, مع هذا يعني مع الطياب ومع الكوزينه كتحيد. كيف ما شتو هنا يعني غير غادي نمسح غير شي شويه باش نهز القرعه، وغادي نضيف هنا الزيت البلديه، غادي نضيفها على الحامض، وغادي نعاود ندير بها واحد الكوماج من الفوق. هاد الزيت البلدي هادي خصوصا في الفصل ديال الخريف يعني كتعطي واحد النعومه للايد، يعني ما كتخليهاش تنشف، يعني الاخوات اللي عندهم هاد المشكله هادي ديال الايدين كيتقشروا ليهم كينشفوا ليهم في فصل الخريف، يديروا هاد القضيه، يديروا بحال هكا زيت البلديه بحال هكا، يعني يدوزوها على ايدهم، او لا يديروا زيت الكوكو، يعني ممتازين ممتازين خصوصا في هاد الفصلين، في هاد الفصل هذا ديال الخريف. غادي نستمر بحال هكا، يعني ندير واحد المساج خفيف لايدي، كيما شفتوا يعني الضفران راه باين الفرق من البديه، يعني ملي وريتهم لكم في البديه ودابا. ومن بعد يعني ما صافي يعني ايدي تشربت من هذاك الزيت البلديه اللي درت له هذا، دابا غادي ندير يعني شويه ديال الفيرني في الضفراني. وحاجه كنصحكم بها البنات هي لاباز، يعني ديروا لاباز قبل من اي لون غادي ديروا في ايديكم، وخصوصا هاد لاباز هادي البنات هنا اللي كاينه في امريكا وعندهم تقصف ديال الضفران، يعني عندهم ديك القشره يعني كطير لهم من الفوق، ياخذوا هاد الفرني هادي، غنخلي لكم الاسم ديالها في صندوق الوصف، خذوها راها شي شويه يعني دايره الثمن، ولكن راها ممتازه، يعني ضفرانك ما كتاثر فيهم لا ما لا شقا لا صابون لا حتى شي حاجه، يعني كيبقاو صحاح، يعني كيبقاو صحاح واقفين، يعني ما كيتقصفوا ما حتى شي حاجه. ودابا كيما شتو يعني غادي ندوز واحد الكوش ديال الفيرني، ودابا كيما شتو يعني عاود درت الفيرني ديالي، يعني اللون اللي انا بغيت ندير، ومن بعد ما نشفو يعني درت واحد الكريم ديالي ديال الايدين، اولا نديرو فازلين اولا اي حاجه، ندهن ايدي مزيان. ودا
دابا نعمل لا يعني نتكرتح لي شي شويه ولا نتفرج ولا ندخل نبحث شي شويه في الانترنت، يعني كيبقى الوقت ديالي يعني ندير اللي بغيت، اي حاجه انا كرتاح فيها نديرها، نقرا نلعب ندير اي حاجه يعني ولدي راه ناعس، يعني كيبقى لي هذا الوقت كامل كيف ما قلت لكم، يعني خاصنا غير ننظموا شي شويه الوقت ديالنا. دابا انا ان شاء الله غادي نرتاح شي شويه، غنتكا وغادي نتسنى حتى تجي بنتي ليلى باش غادي نخرجوا ان شاء الله، نوجدوا راسنا باش نخرجوا. ارتاحت شي شويه كيف ما قلت لكم، هنا كنت دايره شي حويجات كيتصبنوا. هذا النهار يعني كيصادف النهار اللي عندي فيه الصابون، كنصبن يعني جوج مرات في الاسبوع. هنا عندي الحويجات يعني مخلطين، عندي الحويجات البيضين والحويجات يعني دايره جوج ماكينات. وغادي نشارك معكم يعني طريقتي كيفاش كنظم الحويجات، يعني بحال هكا ملي كيكون عندي الصابون كنعزل، يعني كنعزل الحويجات، كنعزل حويجاتي، حويجات الزوج ديالي، حويجات سامي، يعني كنفرقهم بحال هكا. ومن بعد يعني حويجات ليلى كيف ما شاركت معكم فيديوهات سابقين كنحطهم لها في البيس ديالها باش غادي ترجعهم، وحويجات الاخرين يعني كنهز كنعلقهم اللي خاصو يتعلق. وبالنسبه لليزور وداكشي يعني ديال فاطي وهذا كنطويهم، كل حاجه كنرجعها بلاصه. هذه هي طريقتي يعني المعتاده باش كنبغي نرجع الحويجات. كيف ما قلت لكم يعني كل شيء اصله غير النظام، يعني الا قدرتي تنظمي في الوقت ديالك، وهذه الكلمه يعني كنعاودها في بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الروتينات، كتقدي تقضي بزاف الحوايج يعني في نهار واحد. انا دابا ان شاء الله كنكمل في الحويجات ديالي، يعني كنطوي اللي خاصو يتطوى كيف ما شويه يعني الفوطات كنطويهم وكنقادهم، ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الحويجات. صافي يعني دابا غادي نجبد الحويجات اللي داير عليهم العام، هما مجموعين يعني هما مجموعين يعني ديال الخريف اللي فات وديال الشتاء اللي فاتت، دابا غادي نجبدهم ان شاء الله، غادي نشاركها معكم فيديو اخر. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نوجدوا راسنا. هنا ليلى راه جات من المدرسه وكتغدى، دابا ان شاء الله غادي نوجدوا راسنا باش غادي نخرجوا كيف ما قلت لكم. جينا لهاد المحل هذا، يعني صراحه قال لي يعني زدت على بزاف المحلات. دابا هذا اللي انا كنصور فيه تي جي ماكس، اللي فيه ديكورات يعني زوينين والاثمنه ديالهم كتكون مناسبه. ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني فيديوهات اخرين يعني الديكورات ديال الخريف. Thank you.
دابا الحمد لله، يعني خديت داكشي اللي كنت محتاجة اللي خرجنا على ودو. دابا ان شاء الله غادي الوجهة ديالنا يعني للدار، غادي نمشيو للدار وان شاء الله غادي نشارك معكم يعني جميع المشتريات ديالي هنا الليلة. وسامي كيسلموا عليكم، ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع المشتريات ديالي الفصل الخريف. كيف ما قلت لكم يعني عزيز عليا نبدل الفصل الخريف ديكور، خصوصا الديكور. غادي نشارك معكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. يلا نتلاقاو. ملي دخلت للدار اول حاجه يعني دخلنا شي شويه معطلين، اول حاجه غادي نوجد عشاتي هي الاولى، عاد غادي ندير بزاف الحوايج من بعد. هنا يعني درت باستا اولا سباكيتي بالكفته وبلا صوص طوماط، درتها على طريقه الاخت غزلان يعني القناه ديالها غزاله. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تدخلوا تزوروا القناه ديالها. القناه ديالها متنوعه وقناه ديالها غزاله، قناه الغزلان. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها بالنسبه للاخوات اللي بغيو يزوروا القناه ديالها. وكيف ما شفتوا هذه السباكيتي اللي انا غادي نخدم بها، اورغانيك، يعني مصنوعه من القمح، ما فيهاش النشويات، غزاله البنات. هذه راني شاركتها معكم فيديوهات سابقين هي اللي كنستعمل. ودابا ان شاء الله يعني من بعد ما العشاء ديالي صافي واجد حتى تيبرد من حد يعني البوطه يعني كتكون مازال سخونه، غادي نمسحها. هذه نصيحه مني البنات، ملي تكون البوطه بحال هكا باقا سخونه، خصوصا ملي تكون فيها يعني الطيحه لاصوص ديال مطيشه وهذه كتعلق، ديك الساعه يعني نمسحوها كتحيد بسرعه. غنغسل هذه المعنات عاد غادي نمشي نتعشى. ودابا ان شاء الله يعني نقيت كوزينتي كيما شفتوا، يعني مسحت البوطه دغيا يعني الوقت اللي غادي تبرد لي فيها الباستا يعني باش نقدو السباكيتي باش نقدو ناكلوها. كيما شفتوا غسلت هذوك المعنات، غسلت هذاك الزويفته وخليته كيتسقطر. دابا ان شاء الله نعمل لا غادي نمشي ندير العشاء ديالي يعني نتعشى وحنا مجموعين. عاد كيف ما قلت لكم عاد غادي نوض نتوضا ونصلي وهذا، يعني بغيت ليلى هي الاولى خاصها تمشي تنعس باش تساعد الغدا المدرسه. وها كيف ما شفتوا البنات يعني بزاف الحوايج كنقضيوهم في نهار واحد الا عرفنا اورغانيزيو الوقت ديالنا، الا عرفنا ننظموا الوقت ديالنا كنقدروا نقضيو بزاف ديال الحوايج. كنحصل نهتموا براسنا يعني بالاناقه ديالنا بالجمال ديالنا، كنهتموا بالبيس ديالنا بالطياب ديالنا بكل شيء. كنتمنى هذا الفيديو باش ينال الاعجاب ديالكم ونكون قدرت نوصل بزاف الامور للاخوات يعني اللي باقا عندهم علامه الاستفهام، نكون وضحتها لهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وكنودعكم في يد الله، وإلى فيديو آخر.